نرحب بالدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن معنا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور نبيل. أهلا وسهلا. دكتور نبيل، ألا ترى بأن عملية التفتيش هذه مس للسيادة المصرية على مطاراتها؟ لا، ما أعتقدش، لأن دي طبقا لاتفاقيات ومعاهدات ومواثيق دولية، كل دولة سواء دولة عظمى دولة صغيرة دولة مدنية فقيرة أو غنية خاضعة للإشراف الجماعي لسلطة جماعية collective authority. يعني مثلا لو دولة هتفتح بتفتيش المطارات بالعكس بتكتسب نوع من الشرعية الدولية. دي اتفاقيات يعني تؤكد على السيادة، أيضا هي أمور منظمة لأنها ليست عشوائية أو ليست اعتباطية. فأعتقد أنه أمر سليم ولا يمكن وصفه بأنه اعتداء على سيادة أي دولة سواء مصر أو غير مصر. ولكن دكتور نبيل، أمن المطارات مسألة أمن قومي، كيف يفتح اليوم المطارات لتفتيش الإجراءات الأمنية والاطلاع على تفاصيل من المفروض تخص يعني الجهات الرسمية المصرية لوحدها فقط؟ احنا في عالم العولمة بنعيش ظاهرة العولمة، في انتقال سريع لآلاف من المعلومات، فالمطارات ليس حصن يعني او قلعة زي القرون معزولة عن البلاد او يعني مشاكل الحياة او امور الحياة. بعدين كمان التكنولوجيا بتقدم معلومات كثيرة، في صور الأقمار الصناعية، في أجهزة تصنط، في جواسيس، فمن الأفضل تنظيم عملية المراقبة بأسلوب دولي وشرعي، وبالتالي ما بقاش في مشاكل ما بين مصر أو أي دولة أخرى أو أي منظمة دولية أخرى. يعني الدولة مثلا بتقبل قوات دولية أجنبية سواء من قبل مجلس الأمن أو من خلافه. لا دكتور نبيل بعد إذنك، يعني مصر ليست دولة مستباحة فيها حرب أهلية أو فيها يعني حرب عرقية حتى يسمح بأطراف دولية حتى تفتش مطاراتها وتتواجد كقوات. مصر دولة لها سيادة، وكما ذكرنا نحن يعني عمليا وقانونيا ليس هناك مشكلة مع التعاون، ولكن تفتيش مطارات اعتباريا هذا مس من الشخصية الاعتبارية للدولة المصرية دكتور. يعني أثرها كما تحب، بس أنا في رأيي لا، نفسرها سياسيا، يعني سياسيا ليس كما أحب، سياسيا يعني إطفاء نوع من الشرعية الدولية على المنظمات المصرية اللي بيتم تفتيشها. يعني غير رياضة، يعني حتى في الألعاب الرياضية بيبقى في قواعد عامة لممارسة اللعبة، لما مثلا تروح دولة ما تستقبل بعثة دولية لمراقبة مثلا الملاعب الرياضية علشان تأمين آلاف من المشاهدين، محدش بيقول إن هو انتهاك للسياسة القومية. فالأمر في الحقيقة مش بالحساسية دي، الأمر إن يبقى فيه نوع من النظام تجنب حركة الإرهاب، خدمة جيدة في المطارات، دي أهم من قضايا السيادة الوطنية. يعني أنا في موضوع السيادة الوطنية ده موضوع بلاغي أكثر ما هو موضوع عملي. دكتور نبيل تبقى معنا، ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور صفي الدين حامد مدير المركز المصري الأمريكي. أهلا بك دكتور صفي الدين. أهلا وسهلا، أهلا بك دكتور صفي الدين. أكيد أنك كنت تستمع إلى رأي الدكتور نبيل ميخائيل أنه لا، يعتبر المسألة ليست بهذه الحساسية التي تمس الأمن القومي، كل ما في الأمر هو تعاون بين جهات أمريكية و جهات مصرية، والمسألة تدخل في إطار تأمين المطارات وتأمين حياة الركاب، ويعني لا تمس لا أمن قومي ولا سيادة مصر ولا الشخصية الاعتبارية للدولة المصرية. تعليقك. والله طبعا كل واحد يعني يفكر كما شاء يعني بحرية، لكن أنا بوجهة نظري يعني مصري أمريكي بعتقد أن لا يمكن ده يحدث في أمريكا، ولا يمكن أن أمريكا تسمح أن مثلا روسيا تيجي تفتش على المطارات أو يكون لها تواجد داخل المطارات. ودي حاجة يعني معروفة في العالم كله أن الأمن القومي وحماية الحدود وحماية مداخل الدول زي اللي هي المطارات والمواني والحدود البرية والبحرية وخلافه، هذه من شأن السيادة، أمر من أمور السيادة، وشأن من شأن مسؤولية الحكومة والدولة.
وأعتقد هي مسألة طبعا بسبب تصدع الأمن منذ الانقلاب، لأن طبعا في حالة من الفوضى في داخل حكومة الانقلاب العسكري، وفي قلقلة وعدم رضاء من الداخل، إلى جانب طبعا أنه السيسي وعصابته فشلوا حتى الآن في التحكم في الإرهاب الذي يحدث في سيناء بطريقة يومية خلال الثلاث سنين. دكتور صفي الدين، ألا يمكن ذلك؟ ما ردوا أن نظام الحكم في مصر حاليا يريد أن يسترد ثقة جهات دولية في مطاراته، في أمنه، في إجراءاته الأمنية، حتى تدور يعني الحركة السياحية وتعود النشاط السياحي كعمود من أعمدة الأنشطة الاقتصادية لمصر. يعني مثلا لا نأخذها من جانب فقط أسود، يعني ممكن فيها جانب طيب، ترويج لمصر الآمنة. والله أنا يعني طب هيأمنوا يعني، فلنفترض أن هيجي يعني الولايات المتحدة تتحكم في مطار القاهرة، والاتحاد السوفيتي أو روسيا تتحكم في الإسكندرية وخلافه، لكن من الذي سينشر الأمان في كل فنادق القاهرة وفي كل شواطئ القاهرة وفي كل المجاري المائية للقاهرة وخلافه أو لمصر بصفة عامة؟ كل المحافظات 27 يعني تحتاج إلى أمن وأمان، ولن يكون هذا الأمن والأمان إلا إذا حدث تراضي بين الشعب، بين صفوف الشعب، وتصالح، مصالحة اجتماعية، وبهذا تعود مصر إلى فعلا دولة فيها الأمن والأمان. لكن استيراد شركة من هنا أو قوات مسلحة من هناك، هذه لا توسل أي شيء. إحنا مش في معسكر وسكنات عسكرية، إحنا في بلد كبير تحتاج إلى سلم اجتماعي. طيب تبقى معنا دكتور صفي الدين. دكتور نبيل، يعني نتعاطى مع المسألة سياسيا، ألا ترى بأن سياسيا ليست هذا الشكل هو شكل جيد لترويج لمصر القادرة على تأمين السياحة، تأمين الركاب في مطاراتها، تأمين مطاراتها، وبالتالي تجأت للأجنبي، يعني وكأن دليل بأن مصر غير قادرة أو الأجهزة المصرية، الإدارة المصرية غير قادرة على تأمين نفسها، وبالتالي هذه رسالة سلبية. لا، أنا مش هاخدها يعني المفهوم أو المنطق الخاص بالشخصية المصرية. يعني الخبرة الأجنبية ضروري في الاستعانة به. يعني إحنا مثلا عندنا سياسة في وزارة الصحة العلاج الخارج أو على نفقة الدولة. طب إحنا ما عندناش أطباء طبيبات اللي بيدرسوا في كل جامعات الموجودة في مصر، ما يعرفوش يعملوا جراحة، ما يعرفوش يعملوا تشخيص. صحيح إحنا عندنا فعاليتنا المصرية والعربية للأسف عودة الأجنبي، وبحكم يعني قضائي لفترة طويلة في أمريكا، ساعات وفي أحوال كثيرة جدا الخبرة المصرية تفوق أو الخبرة العربية تفوق في جودتها وكفاءتها الخبرة الأجنبية، سواء أوروبية، كندية، أمريكية وكذا. لكن أنا يعني مش هتعامل معاها بمنطق إهانة الطابع القومي. يعني حتى في الرياضة يقول لك استعانة بمدرب أجنبي، بحكم أجنبي. فالقضية هي قضية إن مصر بتقيم صلة مع مؤسسات دولية، ومن الأفضل المحافظة على سمعة مصر واستعادة الثقة الدولية في مصر. وأيضا زي ما قلت في ردي على السؤال الأول بتاع حضرتك، هي قضية الشرعية الدولية. لما أنا يكون مثلا على ثقة بأن كل التقارير اللي بتكتب عني من هيئات محلية أو دولية تقارير جيدة وصائبة، خلاص يبقى قضية الشرعية، قضية السلطة الأوثوريتي تحلت. وإحنا دولة صغيرة، يعني إحنا بس دولة نامية وبتكافح. فلو دي نوع من الثقة من هذا المصدر، من هذا المنطلق، هيبقى ده دعم للاقتصاد المصري لمؤسسات اقتصادية كبيرة سياحة وطرق. دكتور دكتور نبيل في هذه النقطة، وهي نقطة مهمة. دكتور نبيل في هذه النقطة، نقطة مهمة جدا، مسألة الشرعية الدولية والسيادة الوطنية. انضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد غانم، المراقب والمحلل السياسي. دكتور أحمد، أهلا بك. أهلا وسهلا. أكيد أنك كنت يعني تستمع إلى مداخلة الدكتور نبيل ميخائيل والدكتور صفي الدين حامد. يعني هناك إشكال فعلا
بين الشرعية الدولية والسيادة الوطنية، بين الترويج لمصر الآمنة والمطارات الآمنة وبين الأمن القومي، بين رسالة سياسية إيجابية أو محاولة بعث رسالة سياسية إيجابية للخارج وسياسة في حين تتلقف أطراف داخلية السياسة هذه الرسالة بشكل سلبي. أين نجد مصر في كل هذا التشبيك؟ هي علاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الآن علاقة قائمة على أن هناك نظام قام على انقلاب عسكري، وهذا النظام يبحث دائما على شرعية ويبحث دائما على وجود مكان وجود له في المنظومة الأمريكية. المنظومة الأمريكية في الأمن القومي الأمريكي الخارجي القائم على الحفاظ على إسرائيل وعلى الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على المصالح الأمريكية. الجنرال السيسي من أول يوم من أول الانقلاب يرسل رسائل، هذه الرسائل التي يرسلها سواء عن طريق رسائل سياسية يرسلها بنفسه أو عن طريق الذين يعملوا اللوبي للجنرال السيسي في واشنطن، أن الجنرال السيسي هو الأصلح في هذه المنظومة وأنه يجب أن يكون هو رجل أمريكي في هذه المنظومة، لأنه يحارب التطرف الإسلامي ولأنه يتعاون بشكل غير مسبوق مع إسرائيل على جافة الأصعدة سواء أصعدة مخابراتية أو استراتيجية أو حتى فيما يسمى في الحرب على الإرهاب في سيناء. إذن فهو دائما يحاول أن يوجد لنفسه مكان في هذه المنظومة حتى يعود بذلك على شرعية لنفسه ويعود بذلك على مساندة مستمرة من الغرب، التي المساندة من الغرب بالتأكيد الأمريكي وخصوصا من أمريكا بتتبعها مساندة من أوروبا وتتبعها مساندة من الخليج، وبالتالي بيكون في لتوطيد حكم. فهي المنظومة كاملة قائمة على توطيد حكم لم يأتي باختيار شعبي وإنما جاء بانقلاب عسكري، ولذلك لن يكون هذه المنظومة في وضع شكلها الحالي في صالح الشعب المصري ولا في صالح مصر، وإنما ستكون في صالح يعني دكتور صالح دكتور أحمد، وكأن نظام الحكم في مصر يريد أن يفك هذا الطوق الذي طوق دولي وطوق دبلوماسي عنه بمثل هذه الممارسات، يعني هذا السلوك الدبلوماسي الغير معهود، تفتيش مطارات هذه تقع في الدول المحاصرة ودولها عقوبات. يعني اليوم هل من أجل البحث عن منافذ للسياسة والشرعية الدولية تفتح مطارات مصر؟ نعم، وهذا الوفد الذي يزور الكونغرس، وفد الكونغرس الذي يزور مصر الآن هو نوع من أنواع أيضا العلاقات العامة، يعني هو جاء بدعوة من الحكومة المصرية وجاء كنوع من أنواع العلاقات العامة. هو في أمريكا لو تعرف الآن أنه الآن في يسمى عطلة الربيع، فهو حتى كل عضو كونغرس من هؤلاء جاء معه أسرته بدعوة من الحكومة المصرية لقضاء يعني أجازة سلاش عمل في مصر. ولكن حتى الذي بيقود هذه البعثة الآن هو رجل معروف عنه اللي هو ماكويل، أنه هو معروف عنه يعني تصويته السيء في مجال الحقوق العربية والإسلامية، حتى أن أكبر المنظمات العربية التي يعني تضع تقييما للذين لأعضاء الكونغرس وضعت له تقييم سالب 3، لأن كل تصويته دائما يعني يجانب الحقوق العربية ويجانب المصالح العربية. وبالتالي السيسي بالنسبة له هو رجله المفضل، وهي يعني حملة علاقات عامة ليست من أجل الشعب المصري ولكن من أجل توطيد نظام الحكم في مصر. دكتور أحمد، دكتور أحمد تبقى معنا. دكتور صفي الدين، دكتور صفي الدين حامد المدير المركز المصري الأمريكي، دكتور أحمد غانم أكيد كنت تنصت له، قال هذه حملة علاقات عامة. ولكن دائما عندما يشير عبد الفتاح السيسي إلى مسألة لها علاقة بموضوع أمني أو اقتصادي، ومؤخرا كان تلميح أن وزارة الداخلية غير مؤمنة بشكل جيد وضرورة الاستعانة بأجهزة إلكترونية، وتم الحديث عن صفقة مع مؤسسات تشتغل في هذا الإطار، هل اليوم ممكن الحديث عن صفقة أيضا عن بزنس في أمن المطارات؟ وأتت هذه الزيارة لتغليف هذه العملية. كما تعلم يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني أمة تؤمن بالبراغماتية، يعني أهم شيء أن يكون الحلول واقعية والتصرف واقعي. أمريكا تبحث عن مصالحها وتبحث عن الاستقرار في الشرق الأوسط، ومن مصالح أمريكا طبعا أن الأمر في مصر يكون تحت السيطرة، بحيث أن يعني في كلام حاليا على إعادة مناورات النجم الساطع اللي هو بالاشتراك مع القوات الأمريكية. طبعا في تحالفات ك
كبيرة مع بين إسرائيل ومصر، وبتشجعها أمريكا وتؤيدها أمريكا. وإلى جانب طبعا يعني أهم شيء دلوقتي هو المحاولة إن مصر تصبح بلد يجيء لها الهيئات الدبلوماسية الأمريكية بدون خوف، عشان في مصالح مهمة جدا داخل مصر، منها المصالح اللوجستية للبنتاغون بالنسبة لتحركات عسكرية وتمونات، خاصة إن يعني في أي يعني ما زال الموقف مضطرب في سوريا وفي العراق وفي اليمن، وكل ده طبعا يعني حرية المرور لكل القوات الأمريكية عبر مصر ومن خلال مصر، وطبعا في قوات أمريكية موجودة في سيناء. كل هذا يستدعي أن لازم مصر تصبح دولة مستقرة. إذا لم يستطيع أهل مصر أن يوفروا هذا الاستقرار وهذه الحماية للمطارات، فأمريكا يعني كدولة لها يعني القدرة والقوة ومباشرة في تحركاتها، فكانت طبعا لازم ان احنا اذا انتم مش عارفين تؤمنوا مطاراتكم احنا هنساعدكم، او يعني احنا نأمركم ان احنا نساعدكم. هذا يعني في رأيي بمنتهى البساطة. شكرا لك دكتور صفي الدين حامد، مدير المركز المصري الامريكي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. دكتور نبيل ميخائيل، استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، كيري كان في القاهرة لبحث سياسات، وهذا زيارة للكونغرس لبحث أمن المطارات، وقبله كانت زيارة لأطراف أخرى خليجية أيضا هي بلغت رسائل أمريكية. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعول على، كما ذكر الدكتور صفي الدين، على الاستقرار في مصر، أو استقرار نظام الحكم في مصر، من أجل تمرير سياسات في المنطقة عموما. ولكن هل فعلا اليوم نظام عبد الفتاح السيسي قادر أن يحافظ على هذا الأمن في المستوى الاستراتيجي حتى يمرر سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح مصر؟ إلى حد ما مصر مستقرة، إلى حد ما هناك تفاهم أمريكي مصري حول قضايا المنطقة، خصوصا يعني الصورة الكبرى، يعني البيج بيكتشر زي ما التعبير الأمريكي بيقول، فيما يتعلق بالعراق، فيما يتعلق بسوريا. يمكن مصر تختلف شوية مع أمريكا فيما يتعلق بسوريا، لأن مصر يعني بتنظر بطريقة يعني مش معادية للدور الروسي، لأن طبعا أمريكا بترفض الدور الروسي الأولي للأسد. فالمنطقة في الحقيقة بتشهد تغييرات كثيرة، وبعدين القوى العسكرية تستخدم، يعني احنا في انتظار معركة الموصل، في انتظار معركة حلب، في انتظار أي نوع من التدخل العسكري في ليبيا. فالموقف في الحقيقة خطير، وده عندنا في أمريكا عن انتخابات. فمن الأفضل الحفاظ على مستوى العلاقات المصرية الأمريكية الحالي، ومحاولة التعامل مع أي قضية استراتيجية جديدة بأسلوب ذكي بأسلوب مرن. لكن طبعا ما فيش يعني دولة بتخلو مشاكل، في أمريكا في مشاكل، في مصر في مشاكل، ولسه يعني أنا فوجئت بموضوع نقابة الصحفيين، ده طبعا هيكون قضية كبيرة. فالأمور يعني مش معقدة بهذا الشكل، لكن صعبة، في صعوبة في إدارة الحياة، الحياة صعبة مش حياة سهلة. فيعني ما فيش أي أزمة استراتيجية خطيرة حاليا في المنطقة العربية تتعلق بالعلاقات الأمريكية المصرية، لكن طبعا يعني بنتوقع مشاهد مهمة فيما يتعلق بالعراق وسوريا على الأقل. شكرا لك دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور أحمد غانم، المحلل والمراقب السياسي، يعني ذكر دكتور نبيل أن مصر تحاول أن تحافظ على توازنات في علاقتها مع الولايات المتحدة، وكذلك مصر تحافظ على توازنات في علاقتها بمحور روسي إيراني سوري، ومصر تحافظ على توازنات في علاقتها مع السعودية التي هي في خصومة مع هذا المحور. يعني في آخر الأمر أين تقع مصر، وأين سياسات مصر، وأين الموجهات العامة لسياسات مصر الدولية؟ كما قلت لك، سياسة مصر في منذ يوم الانقلاب حتى اليوم، السياسة الخارجية تعتمد أساسا على تدعيم النظام. السياسة الخارجية المصرية بتقوم على حالة نفسية مفادها أنهم يعرفون أنهم نظام غير شرعي، جاء بطريقة غير شرعية. الولايات المتحدة سكتت عن قول أنه انقلاب، ولكن الجميع
الجميع، سواء المراقبين السياسيين، سواء الذين يحللون، سواء أساتذة العلوم السياسية، كله معروف أن هذا انقلاب كلاسيكي، ليس فيه شيء يمكن أن يقال عنه أنه غير أنه انقلاب. ولذلك كانت المنظومة السياسية الخارجية تعمل عملا جاهدا على إطفاء شرعية على النظام المصري. إطفاء الشرعية على النظام المصري يقوم على الدخول في شراكات دولية مع القوى العظمى في العالم. هذه الشركات الدولية عندما يقف السيسي ويأخذ صورا مع باراك أوباما، ويأخذ صورا مع بوتين، ويأخذ صورا مع رئيس فرنسا، رئيس وزراء فرنسا، فإنه بذلك يعطي لنفسه شرعية. هذه الشرعية إلى حد ما تعطي النظام شرعية وتنسيه المصائب التي جاء بها والطريقة السيئة التي جاء بها. ولهذا تم تسخير جميع قدرات الدولة الخارجية لهذا الغرض. فإذا عقدت مصر مثلا صفقة معينة مع فرنسا، ليس لأنها الشعب المصري يحتاجها، وليس لأن الجيش المصري يحتاجها، ولكن لأن الصفقة ستجعل كما قال رئيس وزراء فرنسا بعد الصفقة التي حدثت، أنها جعلت مصر وفرنسا في حالة شراكة كاملة، وكذلك العلاقات مع إسرائيل، وكذلك العلاقات مع أمريكا، وكذلك العلاقات مع الخليج. فالغرض الأساسي ليس هو المصالح الاستراتيجية المصرية، وإنما الغرض الأساسي هو تدعيم النظام. وللأسف حتى بعد 3 سنوات من الانقلاب ما زال السيسي ووزير خارجيته يفكرون بنفس التفكير، أنهم لا يهمهم المصالح الأساسية لمصر، وإنهم يهمهم مصالح دعم النظام. حتى الآن في خطاباته السيسي يتكلم عن مرسي وعن الانقلاب وعن إحنا كنا بنساعده، وأن هذه المشكلة واضح أنها مشكلة نفسية ولكنها ترجمت إلى مشكلة سياسية وبرزت بشكل كبير في السياسة الخارجية المصرية. ولذلك فإن مصر لا تمانع بأي شيء، يعني ما عادش في حاجة اسمها سيادة وطنية، لا تمانع مصر أن تعطي السعودية جزيرتين إذا كان ذلك سيتم عنه استمرار الدعم السعودي لمصر، لا تمانع مصر بأن تفتح مطاراتها للأمريكان إذا كان ذلك سيزيد أو سيجعل الدعم الأمريكي لمصر متاحا. لا يهم مصر أن تدخل في دين كبير لفرنسا في صفقة سلاح لا يعتقدها الجيش المصري. دكتور أحمد مثل هذه السياسات التي أشرت إليها، أن محاولة أن تجد لها قدم في كل اتجاه، وأيضا هي تحاول أن تتلاعب مع هذه التوازنات التي هي أيضا مختلفة، ألا ترى بأن ممكن أن تورط السياسة الخارجية المصرية وتجعلها تتحرك في رمال تبتلع؟ لا، للأسف، لأن السياسة الخارجية المصرية لا تسعى لتغيير واقع عالمي. يعني السياسة الخارجية المصرية مثلا ليس لها رؤية معينة في الصراع السوري تريد أن فرضه، ولا رؤية معينة في الصراع اليمني تريد فرضه. الرؤية المعينة التي تريد فرضها هي رؤية شرعيتها، وبالتالي لن يكون هناك اختلاف. يعني إيه المشكلة لما تقف مع بوتين طالما أنت مش هتفرض مثلا الوجهة النظر الأمريكية في سوريا أو في اليمن؟ إيه المشكلة أنك تقف مع السعودية؟ المشكلة في الآخر أن هم الآن كل القوى العالمية عرفت أن مصر الآن في وضع ضعف، وليست في موضع المفعول به، وليست في موضع الفاعل، وبالتالي لا أحد يعول أو لا أحد يخاف من موقف مصري مخالف في أي مكان، لأن مصر الآن تستجدي الشرعية وليس لديها أدوات سياسية ولا أدوات عسكرية ولا أي أدوات حتى يعني لوجستية إنها تغير أي شيء في الواقع العربي. هي مجرد موجود، لكن حتى الملفات الكبرى الآن السعودية أصبحت الآن هي تتولى قيادة الشرق الأوسط بعد أن ضاع الدور المصري نظير الانقلاب. السعودية الآن هي التي تتولى صياغة المشروع الكبير في الشرق الأوسط، هي وتركيا. مصر الآن أصبحت مجرد تابع يعيش على المعونات وليس له أي تغيير، وبالتالي لا خوف من الوقوع في أي مشاكل لأنهم بالفعل لا يملكون شيئا. هل يمكن للسياسة الخارجية المصرية أن تخرج من هذا النفق على الأقل بأخف الأضرار، خاصة كما ذكرت بأن يعني دور مصر حاليا تضاءل جدا لصالح المملكة العربية السعودية وتركيا، وبالتالي هي لم تعد فاعلا، ويمكن أن تستنشد ببعض الملفات حتى تجد لنفسها دورا، الملف الليبي مثلا. حتى الملف الليبي لما تخش في شراكة كبيرة مع فرنسا لها أجندة كاملة على الملف الليبي، ولا تستطيع أن تخالف هذه الأجندة الفرنسية على الملف الليبي وحتى الأجندة الأوروبية على الملف الليبي. أنت مجرد تابع، يكون لك يعني الدولة المصرية في كل تاريخها كان لها صوت مسموع عندما كانت دولة قوية من الداخل. لم يكن في أي وقت من الأوقات وجدت دولة مصرية مهلهلة أو ضعيفة وكان لها صوتا مسموعا سواء في الملف الفلسطيني أو في الملف الحقوق الملف العالمي عموما، لأن الدولة أنت ضعيف، قوتك على قدر قوتك. فعندما تقوى والدول لا تقوى إلا إذا كانت قوتها من الداخل وليس من الخارج. أنت الآن دولة تعيش على المعونات،
تأتي السعودية وتديك 2 مليار، تأتي قطر وتديك 4 مليار، عملتك مهددة، اقتصادك مهدد، عندك مشاكل داخلية كبيرة، عندك عدم استقرار سياسي. لا أعتقد أن هذا جو يثمر قوة خارجية يمكن أن توجه وزارة الخارجية الأمريكية المصرية لأن تكون لها قدرة فاعلة. أعتقد أن مصر حتى تعود مرة أخرى قوة فاعلة وحتى أن تعود مرة أخرى لتمسك الملفات الكبيرة في الشرق الأوسط كعهدها كدولة كبرى، يجب أن تنظم بيتها الداخلي أولا، يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي، يجب أن يعود الدولة إلى المسار الديمقراطي التي تم. شكرا لك دكتور أحمد غانم المراقب السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.